السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على اختو حسام حسن، وين ما عيطش كيسموه محمد صلاح، يعني وين خرج الإعلام قال لك وين حسام حسن اتخذ القرار الصائب بشأن محمد صلاح. يعني نورمال عادي، احنا لا شو محمد صلاح وين راه يلعب؟ وين يلعب محمد صلاح؟ نجم من النجوم، يلعب في ليفربول، ما عيطلوش نورمال. حنايا الطيب يخرج مع طويل لقاك، لو كان ما يعيطش البلايلي وما يعيطش الفيغولي يلعب دوزيام ديفيزيون في الترك، وما يعيطش مع شكون سليماني غاندي مانكو، اش غادي تقول؟ يا سيدي واحد يلعب في ليفربول ما عيطولوش، ناس نورمال عادي، مكاش كاع اشكال، مكاش كاع اشكال، ما يتهدروش ما يتهدرو. تعرفوا البولا نتوما؟ نتوما شكون اللي قال لكم شكون اللي قال لكم هضروا على البولا؟ شكون؟ مارستوها تعرفوها؟ سيدنا صار محرز دار بيان توديع، خرج هذاك يقولوا له حسي بي سي ولا ما كان، قال لهم محرز هذه باينه، محرز قال لكم انا ما نجيش. ايوا ديروا تبعوا تكذبوا نورمال، عادي نورمال تكذبوا، استكذب نورمال، استو تكذبوا، مين تمشي باغي تحشموا نورمال عادي. ها راهو راه ولا وين اكد ايمن يونس لاعب الزمالك السابق ان قرار عدم تواجد محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي مع المنتخب مصر خلال المعسكر المقبل صائب من جانب حسام حسن ويدعموا المدرب. حنا الحمد لله يا ربي جا مدرب ما يعرفش لغه الهيشر، يبات يهدر مع طاوي يقولوا كوا شرب الماء، يقولوا تيان سيغارات، حسب لي يهدر الدخان يقولوا تيان سيغارات اللي لو كاشيات باريستامول اكثر من نقول لكم. وكان حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر اعلن قائمة الفراعنة لخوض بطولة الامارات الودية والتي تقام في الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري بمشاركة منتخبات تونس كرواتيا نيوزيلندا، شهدت استبعاد محمد صلاح بعد طلب اللعاب ذلك. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب مصر مع نيوزيلندا يوم الجمعة 22 مارس في مباراة دورة نصف نهائي بطولة الودية، وإذ حقق الفوز سيلاقي الفائز من كرواتيا وتونس في مباراة نهائية يوم 26 مارس. شوف هذه دورة كما اللي خرج لك موسى إلى ما الكذاب قال لهم هذه صعد إجابة، تكذب كي الحمار. وقال يونس خلال تصريحات عبر يعني برنامج جمهورية الثالثة المدعى على قناة يعني تيم سبورت 2، عملية عدم استدعاء محمد صلاح قد تكون من أنجح القرارات لأنه يحتاج إلى فترة تأهيل بدني وهو ما زال يستعد مستواه لأن تجربة أمم إفريقيا كانت مهلكة وقرار موفق يعني من حسام حسن. وأضاف لكنني أضع علامة تعجب كبيرة على استبعاد أحمد سيد زيزو وأحمد فتوحة ثنائي الزمالك، نريد أن نعرف سبب إصابة زيزو وما مدة غيابه، ووصل نحن نربط اختيارات بعناوين التي اختار على أساسها حسام حسن، جميع يسأل عن لاعبين مؤثرين وأصحاب خبرة، وهو قال في أحد عناوينه أنه يريد أن يضم لاعبين جاهزين والذين يشاركون. على أساس ذلك استبعد محمد النني لاعب أرسنال، لكنه على الجانب الآخر ضم أكرم توفيق لاعب الأهلي وهو لا يشارك. وأكمل ننتظر أن نشاهد حسام حسن، نريد أن نقف في ظهره وندعمه وأطلبه بعدم الحديث كثيرا، عملية التقاء لاعبين قد تكون الأجهز في هذه المرحلة الحالية نفسيا وبدنيا، وأن لن أفعل شيء سوى دعمه. وأتم لا أستطيع أن نحكم على أسلوب لعب حسام حسن،
لأننا لم نكتشف ذلك بعد، لكن واضح أن لديه فكرة وأنه يبحث عن نموذج معين. كيفاش نورمال عادي، كاش مشكل قاع. ويتحدث حسام حسن مدرب المنتخب مصر الجديد عن اختياراته الفنية في أول قائمة يعلنها في التجمع الأول له كمدرب للفراعنة، ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا. إبراهيم حسن يوضح أسباب إعفاء صلاح من معسكر المنتخب مصر. كل ما يلي على لسان حسام حسن مدرب المنتخب مصر: الجميع يتمنى نجاح المنتخب مصر، فهو الأهم بالنسبة للجميع. شعارنا المنتخب مصر فوق الجميع، وأطلب الجميع بمساعدة قبل توقيع عقد مع طلبت توقيع العقد مع الاتحاد كرة، أخبرونا بوجودنا في بطولة ومن الممكن اعتذار عنها، لكن نحن أصررنا على الاشتراك فيها بسبب استعداد القوي قبل تصفيات كأس العالم. كرواتيا، تونس، نيوزيلندا أقوياء للغاية ولديهم أسلوب مختلف في كرة القدم. الجميع تبع مباريات الفريق واللاعبين المحليين والمحترفين، كنا نأمل بأن يكون أداء أفضل، لكن تمكننا من خروج بأفضل لاعبين متاحين، واختياراتي تأتي بناء على رؤية مني فنيا وبدنيا. الجميع اللاعبين الذين لم ينضموا متاحين لنا، فلا يوجد أحد مستبعد، وتواصلنا مع بعض اللاعبين الذين لم ينضموا وننتظر مشاركتهم بصفة مستمرة مع فريقهم، لكن بسبب ظروف مختلفة مثل الإصابات منعت ذلك. أتمنى ألا تحدث أي إصابة جديدة مثل أحمد سيد، زيزو، ورمضان صبحي، فهو كان في تفكيرنا ويستحق التواجد والتواصل المستمر. وكذلك ياسر إبراهيم محمد شناوي في تلك الإصابة مؤثرة، وعيط أحمد شوبير الابن أحمد شوبير، يعني لعابة وين نقولوا بلي لعابة اللي غادي يكونوا يعني في المستوى، لعابة اللي غادي نشوفهم بالمستوى إن شاء الله، نشوفهم بالمستوى إن شاء الله بربي. أنا نتمنى، ما نكذبش عليكم، أنا ما مصر نتمنى لها النجاح، هذه هي، ما نكذبش عليكم، مصر اللي كاين عادي خويا. هذه يا خويا ناس غلطة، الناس ما تبكي ما والو، ناس ما تبكيش، ما جاش نورمال عادي بالسيف ولا سبكي يخرجك مع طاوي هاكم، ما يلعبوش اللعب غادي نعرفو عشا ندير، اش بيدير جزي بعيد عليك، جزي كبير عليك، والله جزي لا كبير عليكم، ناس غلطة، وهذه سهلة، حاسبينها سهلة، لحد ما جاش نورمال اونترينير تحمل مسؤولية خرج هي تربح نورمال عادي كان والو، البكا ذراع وما تجيبش نهضر، شنو تهضر؟
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.